يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول لا تدعوا على الطواغيت ولا على المجرمين لأن الله سبحانه بين في كتابه أن لهم عذابا شديدا يوم القيامة، فلا فائدة من دعائكم عليهم، فهل كلامه صحيح؟ ما هو صحيح. الظالم يدعى عليه بما يزيل ظلمه عن الناس، يدعى عليه بما يزيل ظلمه عن الناس، تدعو إن الله يزيله عنك، هل تسكت وتخليه يظلمك ولا تدعو عليه؟ ادعو عليه من أجل أن يزيل الله ظلمه عنك وعن غيرك. نعم.